اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. على جديد النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل بتاعنا بناء على رغبه حضراتكم بتتابعونا من خلال الاتصال، الحواوشي الاسكندراني، كبده اسكندراني، كشري اسكندراني. احنا بنحترم الاكلات اللي بتتنسب للمحافظات، بيبقى لها مذاق ولها طعم خاص جدا وبتتعمل بتكنيك عالي. الحواوشي الاسكندراني ايه الفرق بينه واي حواوشي تاني؟ ده بتتعمل له عجينه وتتعمل بمقاديرها وتتخمر ومعاها لحمه مفرومه ولها تكنيك، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. وبهديها طبعا لكل اللي بتواصلوا معانا. معانا مكرونه النهارده بالخضار، تشكيله من الخضار ات ودرج التلاجه بقى، في كوسه، في بتنجان، في طماطم، في فلفل، معاكي مكرونه بينا، ونشوف ازاي الشيف المغازي هيعمل مكرونه بالخضار احلى بكتير من اي نوع مكرونه تاني لانها فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. معانا بقى للاطفال الحلوين والرياضيين وكل الناس اللي بتحب ان هي تحب تاكل حاجه بره، فليه ما ناخدش الحاجه دي ناكلها بره تبقى لطيفه لو احنا بنروح نادي بنقضي اجازه لطيفه. المافن بالموز والمكسرات، موز للرياضيين قيمته الغذائيه عاليه جدا، بوتاسيوم، اللوز ومكسرات بندق عين جمل الفول سوداني، ونشوف نعمل المافن ازاي بالموز واللوز، حاجه لطيفه وجميله. ويقعد عندك اسبوع من وقت للتاني، ولادنا ياخدوه مع العصير او مع الشاي، او جوزك قبل ما يروح على الشغل ياخد وحدايه كده مع فنجان القهوه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل شويه مكرونه بالخضار. المقادير على الشاشه، والمافن معانا في قلب القوالب بتاعته، بنحضره عشان نغرفه مع بعض ونزينه بالسكر البودر. تقدري تعمليه بالسبانخ، تقدري تعمليه بالخضار، مافن بالمشروم، مافن بالدجاج زي ما انت حابه، مافن بالجمبري زي ما انت عايزه. كل الفكره انك بتجهزي الخلطه اللي هي خلطه السوائل المخلوطه بالبيض مع سكر اذا هنعمله حلو، مع البيكنج باودر، مع الفانيليا، بديل الفانيليا في حاله لما نعمله حادي يبقى فلفل اسود وبابريكا. حلو ده، لسه على النار اهوت بيستوي. ده الحواوشي، الصوره حلوه انا عارف، انت الصوره تجوع. مهم جدا على فكره، نسيب العجينه تاخد وقتها كده زي الفل. رشه زيت صغيره، نسلق المكرونه اول خطوه. ولما اسلق المكرونه هنا يا عم الشيف بسلقها نص سوا مع ملح وزيت زيتون، لان عايز شويه الميه الحلوين بتوع سلق المكرونه دولت يساعدوا مع الشوربه بتاعه الخضار. واقلبها كده، الله اهو. انا عايز تكمل سواها في قلب الخضار، فبحضرها شويه وفي نفس الوقت هستخدم الشوربه بتاعه سلق المكرونه. هوريك كل حاجة على عينك يا تاجر دلوقتي، بس خلينا اقطع الخضار وارميه في قلب الطاسة. بصلاية زي دي كده، حلو. معانا حواوشي على عين البوتاجاز بيستوي قدام عينيا، ومعانا حواوشي في الفرن بيستوي. اللي عايز ياكل من ده اهلا وسهلا، واللي حابب ياكل من اللي على البوتاجاز اهلا وسهلا. ده فلفل عادي، انا بحب المكرونه دي فيها شويه سبايسي. ناخد الخضره دي كده مع زيت الزيتون، الله الله على الريحه الحلوه اللي بشمها. هو ده شويه الزعتر الحلوين، واسيبهم على النار مع شويه الزبده اللي بيساعدوا على احمرار البصله سريعا، شوية توم حلوين كده. دي التأسيسة بتاعت الخضار بتاع المكرونة، ما فيهاش لا فراخ ولا لحمة. واسيب البصلية تاخد لون على ما اشوف قصة البتنجان الأبيض والأسود، وقصة الكوسة الحلوة دي كده في قلبيها. وأنا بعشق المكرونة اللي بيبقى جواها بتنجان. الله بالطول كده، مكرونه بالبتنجان يا شيف. طبعا طلاينا يحبوها جدا. والبتنجان يبقى متسبك على النار زي المسقعه،
في قلبيها، الابيض مع الاسود. والكوسه نفس الطريقه، اه بالشكل ده كده، اه طولي او عرضي. اه تركيبه الخضار اللطيفه مع اطباق المكرونه والباستا بتزيد من غنوتها، بدايه من المشروم، مع ان المشروم متصنف بروتين نباتي لطيف وجميل ومنتج جيد جدا للبروتين النباتي، وتايه ما بين ان هو يكون من فصيلة الخضروات المعززة. ده الخضار بتاعنا، اه الله، في قلب الطاسة. وجبنا الخلاصة يا مغازي، بصلاية اتحمرت مع فص توم مع شوية زعتر مع زبدة وزيت زيتون، نزلنا بالخضار اللي احنا حابينه من الكوسة والبتنجان، ننزل بالعصير الطماطم عليها، البهارات بتاعتنا شوية ملح وشوية فلفل. الله الله الله، حلو. الخضره بتاعتنا، ونسيب كل ده يستوي على النار. حاضر يا غالي، حاضر يا حبيب قلبي، عايز اشوف المافن، بس خلي ده يغلي على النار كده عشان نكسب وقت. والمكرونه عندي هنا بتناديني، الله اهي، شفت الجو ده كده اهو، شويه الميه اللي بيتسلقوا فيها عايزهم انا. اخد الميه بتاعت سلق المكرونه دي كده، شوف بقى التركايه هنا، شوف التركايه الجميله دي كده، ادي المكرونه، شوف الحلاوه دي، شوف الجمال ده اهو، حلو. ميه سلق المكرونه، ننزل بقى هنا. الله، يلا مع السلامه، والقلب داعيلي. بجد الشيف المكرونه سهله جدا، خلاها يا اختي يا امي يا ست الكل تكمل سواها مع الخضار. اه اه زي الفل، اه في قلب النار. ظبط التوابل بتاعتنا، ملحنا بكنترول لان احنا سالين المكرونه في ميه ملح، شويه الفلفل الاسود التمام، شويه الزعتر، الشيف بيحب البابريكا دايما في الباستا، ونقلب دول كلهم مع بعض. طبق مكرونه اهوت، ولادك يتعشوا والجيران والحبايب والقرايب، حاجه جديده. والله انت كريمه واحنا سائل كرمك، عندك صدر فرخه قطعاه في قلبيها، اهلا وسهلا. لحمه مفرومه مش حاببها هنا خالص، ممكن هنا فراخ او مشروم او شويه جمبري. اللحمه المفرومه في الطبق ده ملهاش مكان بينا، هنسيب دي على النار كده. عينيا يا فندم، اه شوف البوتاجاز اهو، الخضار والمكرونه بتاعتي الجميله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. نغرف المكرونه دي يلا مع بعض، يلا بينا. طبق الحلو ده كده اهو، مكرونه بالخضار، بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه تسويه المكرونه وتكملتها مع تشكيله الخضار، اه ومعاها بتنجان، معاها كوسه، حبه السبانخ اهلا وسهلا، حط مشروم اهلا وسهلا، فيها كل العناصر. عايزه جزر تحط جزر مبشور في الحاله دي، لو عايزه اضافه الجزر ما تحطش قطع، يتبشر يا اختي ويتحط في قلبيها لو انت عايزه تعملي اضافه. لا حواوشي، عايز تشوف بقيه الحواوشي؟ عينيا، احنا هنتغدى النهارده حواوشي كلنا. حاضر يا فندم، احلى رؤيه، اه رؤيه مع الرغيف الحواوشي ده كده. تفاصيلنا النهارده الحواوشي الاسكندراني عملناه، وعملنا كمان المافن بالموز، وعملنا كمان مكرونه بالخضار. عايز تشوف ده من سوا؟ اه زي الفل، ده الحواوشي، اه ده اللي هو مستوي على عين البوتاجاز، ده بياخد وقت كبير غير الفرن، لان درجه حراره الفرن هنا من تحت ومن فوق. اه بألف أنا وشفا للي ياكل، اه. جنب الحواوشي التاني. ألف أنا وشفا. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بنعمل الأكل من قلبه محافظته، الحواوشي الإسكندراني دي تفاصيله. حبايبي الإسكندرانية اللي بيحبوني
وجماهيري انا عملته بالطريقه دي، انتوا ممكن تعملوه احسن مني على فكره. عملنا المافن بالموز عشان الاولاد اللي مش بيحبوا موز، عملنا طبق مكرونه طلياني بالخضار اسمها ارابياتا باستا. حلو، رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.